السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بألف خير. دلوقتي تقريبا الساعه 3 الفجر قرب يأذن، وعايزين ناكل حاجه سريعه وحاجه حلوه تكون خفيفه. ومش عارفه، بص انا كنت اصلا مطلعه عرق لحمه فليتو ومش عارفه اعمله ازاي. فانا النهارده عملت طريقه سهله جدا وسريعه. انا عملت معاكم الفليتو كذا مره، مره شويناه في الفرن ومره شويته على الفحم لما كنا في البلكونه كذا مره. النهارده بعمله على الطاسه بطريقه سهله جدا وحلوه قوي قوي قوي، وكمان سريعه ومش ممله، ومقاديرها مفيش ابسط من كده. ملح وفلفل وزبده وزيت وشويه روزماري اخضر او ناشف، انا عندي دايما حاطاه في الفريزر، ده مطلعاه من الفريزر دلوقتي، ما عنديش اكتر من كده. هي دي المقادير، مفيش اكتر من كده. ممكن تزودوا معاها شويه طماطم اللي هي الشيل توميتو اللي هي الكرز الصغيره، وممكن ما تزودوش براحتكم، بس انا بكتفي بيها كده، يعني مفيش اسهل من كده. هنعمله على مرحلتين، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وانا حاطه الجريل اللي هي الطاسه دي على البوتاجاز. ممكن طبعا تعملوا نفس التكنيك اللي انا هعمله ده بالظبط، بس تعملوه على الجريل عادي جدا، بس نعمله بقى في الطاسه بطريقه سهله جدا وسريعه. بص على الطاسه بقى، قول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الطاسه سخنت كويس قوي، شويه زيت صغيرين اهو، الزبده مش هحطها دلوقتي تمام، واروح واخده العرق الفليتو كده بسم الله. لازم نسمع الصوت ده عشان عايزين نديها صدمه كلها من بره. هحمره كله من بره كويس قوي، دي رشه فلفل ورشه ملح كده بسيطه، مش هكتر عشان لسه هقطعه وهيرجع يستوي تاني تمام. عايزين لونه يتغير كويس من بره كده، اديله واحدة روزماري بس، واحدة كفاية. لسه هنحط الباقي بقى واحنا مقطعينها اهو. تمام، اديله رشة فلفل من الناحية دي برضو. انا جبت سماق احط معاه سماق برضو عايزه اقول لكم سهل جدا وسريع، وكمان هتلاقوا الطعم بتاعه. اللحمه، حته اللحمه بتاعه الفريتو دي عموما بتبقى دايما طريه، ما بتبقاش ناشفه، حتى في الشوي ما بتاخدش وقت خالص. لازم نغطي كل الاحمر اللي فيها ده. بسم الله كده العرق تمام. بصوا عامل ازاي، بس طبعا من جوه ني، من جوه ني ني يعني. دقيقة واحدة بس نسيبه يبرد، دقيقة واحدة وبعد كده نقطعه. أنا زودت سماق، هحط سماق بس في لما أجي أحط المرحلة الثانية. سخن طبعا، سخن نهدى شوية كده نقطع بقى. بصوا نية من جوه، هي يا دوب اتشمعت من الطروف بس. عشان تبقى معانا الامور سهله نحط الزبده، ومعانا الروزماري برضو الباقي. بسم الله، عشان الزبده ما تتحرقش معانا. اللي هقطعه ده هرصه على طول في الجريل. بسم الله، يتحمر بقى يمين وشمال. هنرش بقى دلوقتي عليها ملح وفلفل وسماق، ممكن تحطوا معاها صوص ثوم كمان، بس انا مش هحط ثوم، متاخدش وقت خالص. نكمل بس دي طريقة سهلة جدا وسريعة. وجبة التسوية بتاعت كل جنب تقريبا دقيقتين.
يعني اسرع من كده مش هنلاقي. هو اصلا عرق الفريتو بيكون ناعم وطري غير عرق التريبيانكو. التريبيانكو ممكن يقعد يستوي في ساعه ونص او ساعتين. حط كله بقى مره واحده هنديها رشة سماق وملح وفلفل بس كده ونحمرهم الجنبين وبقى كده خلصنا. بص بقى وصفتنا سهله وسريعه ازاي. ادي اللحمه قلبناها ناحيه الثانيه ما خدتش وقت معانا خالص. هي لونها ده ما تاخدش من اكتر من كده ما تحمرش اكتر من كده. دي بقى هتاكلي حته لحمه فظيعه يعني. اللحمه عشان تحس بطعمها ما تكتريش بهارات وما تكتريش توابل فيها. احنا ما كترناش فيها اي حاجه خالص وما خدتش وقت كمان معاها. اسهل واسرع من كده مش هنلاقي. دقيقتين برضو على الجنب كده يبقى كده خلصنا اللحمه وحطها في الطبق بتاعنا وشكرا على كده. ممكن بقى تعملوا جنبها مشوي بوتيتو او بطاطس مهروسه ورز زي ما تحبوا. دقيقتين بقى ونشيلها على طول يبقى كده خلصنا. يعني مفيش اسرع ولا اسهل من كده خلصنا. بص بقى اللحمه وصلها في الطبق بتاعنا بسم الله ما شاء الله عليها وريحتها كمان حلوه قوي. طب يا صدفه ينفع نعمل ايه تاني بالطريقه دي؟ هي دي اطرى حته لحمه بتستوي معاكي بالطريقه دي. ينفع تعملي الفراخ برده بالطريقه دي؟ الفراخ سهله ممكن تعمليها وتستوي معاكي. عرق التريبيانكو صعب ان هو يتعمل كده هيبقى ناشف جدا ومش هيستوي. يعني هي دي اسهل حته واطرى حته تتعمل بالطريقه دي. الستيك سهل حلو جدا بجد. انا نفسي تجربوها نفسي. وعاملين زوار جوه البتاع التليفونات ده بتتفرجوا منه يشمم لكم الريحه او ندوقكم. يا سلام يعملوا حاجه ندوقكم منها زي شباك كده جوه التليفون طلع لكم الطعم منه. يعني بجد لازم تجربوها بالطريقه دي. طريه وسهله. لو انتم مش عايزين تعملوها كده تبلوها بملح وفلفل وميه بصل بس ورصوها في صينيه وحطوها في الفرن. ممكن تعملوها على الشوايه. حلوه جدا وسريعه. ودي حته لحمه طريه مش محتاجه اي كلام مش محتاجه حاجه خالص. ما عندكيش روزماري اخضر حط ناشف زي ما انا حطيت. ما عندكش ممكن تستغنى عنه خالص بس بيدي ريحه ونكهه كده حلوه في اللحمه. انا بجد اتمنى تجربوه يعجبكم. كلها دي لازم لازم يدي زوم على الطبق لازم مش ينفع كده. بصوا عايزين اكتر من كده ايه؟ فظيعه. مش عايزه اتكلم عايزه اكل دي وانا ساكته. دي حلوه. ينفع اسكت شويه؟ كفايه كلام بقى يا جماعه وناكل. كفايه كلام بقى وناكل. ينفع نعمل سندوتش؟ نعمل سندوتش اصبر بقى. هنجيب لقمه كده وناخد حته لحمه كده نحطها في اللقمه دي ونديها رشة ملح تاني يعني عادي مش مشكلة. رشة ملح بسيطة كده وناكل كده. بصوا اللحمة مستوية. بصوا
اهي. بصوا الياف اللحمه دايبه ازاي. مفيهاش دم من جوه، مستويه حلوه، طعمها لطيف. لازم تتجنبوها. نشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ويوم جديد وبس. باي باي.